السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير. الوصفه تاع اليوم شهيه جدا، اللي هي الشطيطحات تاع المخ. ان شاء الله نوريها لكم ولا نوجدها لكم على طريقتي الخاصه، وان شاء الله تعجبكم. نبداو باول، كما تشوفوا لهنا راح نطيبها لكم ديريكتومون باش تشوفوا المقادير سور بلاس. نبداو باول حاجه، نحط لهنا الزيت، سواء اي زيت عندكم، زيت زيتون ولا زيت العاديه، تحطوا الزيت هكا. فوالا، انا لهنا عندي فلفل الكحل، ملح، عندي شويه تاع كركم، وعندي كمون. عندي بالنسبه لهنا عندي طماطم علب مصبره، معجون طماطم. عندي الثوم، وعندي الهريسه تاع الدار. عندي عصير ليمون، معدنوس لا حنزين به، وطماطمه، حبه طماطمه كما تشوفوا. ولهنا عندي المخ، هنا عندي زوج. هنا كما تشوفوا البنات، انا نحيت له، قشرته كامل، نظفته اول حاجه، حطيت فيه الخل، غسلته بيان بالخل والماء، ونحيت له هذيك لابو. ما حبيتش نحطها، نغليها في الماء، يعني باش من كانوا ناس ولا في بعض الاحيان نقدروا نحطوا الماء يغلي ونحطوها فيت في هكا باش تجينا سهله باش نحيو لابو. انا الحقيقه نحيتها بسهوله جدا، غير حطيت فيها الخل ولا تاع وحدها. فوالا، هنا نحط لهنا الطماطم، ممكن نتوما الا كان تحبوا الحار ممكن تزيدوا يعني فلفل احمر ثاني راهو يجي هاي. نضيف كامل المقادير مع بعضهم هنا، ها معجون طماطم مع الثوم. هنا حطيت ثلاثه صوص تاع الثوم. فوالا، نخليهم يتقلوا غير شويه هنا باش نوجدوا هذه لاصوص اللي راح نوجدوها ان شاء الله. هذه الطريقة ممكن تطيبوها في الطاجين، ممكن حتى في متيت كاسخول ولا في لاكوكوت، كل واحد واش عنده. هنا نحط الهريسة، الهريسة هذه في ميزون فيها ديجا الثوم، مليحة هذه الشطيطحة تاع المخ، تجي شوية حارة باش تعطي واحد القوس، يعني تحطوا فيها الهريسة العادية. فوالا، كيما هكا نحط شويه ملح. كيما قلت لكم انا هنا عندي دو غافي، زوج مخ، يعني زوج مخ. زيد شويه الملح، شويه تاع كركم، قليل، مام با ربع ملعقه تاع قهوه. هنا يحتاج الثوم، المخ يحتاج بلوتو الثوم، يحتاج هنايا الكمون. فوالا، شتو هنا الكمون، حطيت تقريبا نصف ملعقه تاع القهوه. نقص النار، معدنوس نحطو في لافا، ما نحطوش دركا. هاك تشوفوا يجينا هكا، غير هي تتقلى شويه، نضيف لها شويه تاع الماء. وغير ما هنا مع شويه تاع زيت زيتون كان باقي لي. فوالا، كيما هكذا ولا غير تتقلى شويه وتبدا تحكم روحها، نحط فيها المخ. فوالا، هنايا البنات نحط المخ، شوفوا بعد ما نظفته باين ما شاء الله، يعني نظيف، بسم الله. انا مانيش حابه نقصو، حبيت نحطو كيما هكا باش يبان بيان. فوالا، هنا نفد هذيك لاصوص، هي هكداك سخونه، ونصبها على المخ. صدقوني البنات راهي تجي بزاف بنينه، احسن ما نستعملوا هذيك الطريقه اللي نغليو في الماء ومن بعد نوليو نحطوا المخ، نوليو نقصوه ما يوليش يبان، من احسن يكون كامل. فوالا، كيما هكذا نخليه يطيب بيان، نغلق عليه باش يطيب يعني من فوق ومن تحت.
ونعاود نولي لكم البنات وتشوفوا الباقي ان شاء الله. هنا البنات انا راح نزيد فيه شويه تاع عصير ليمون غير شويه هكا فوالا ونغلق عليه.